السيسي وبن زايد يناقشان جهود مكافحة كورونا والتعاون لوقف انتشاره. عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة يتخطى 2000 وترامب يرفض عزل نيويورك. 5 وفيات جديدة و45 إصابة بفيروس كورونا في الصين، من بينهم حالة محلية واحدة. الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال الرئيس السيسي إن الحديث تناول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين. نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد عزل قرى أو مراكز أو محافظات بأكملها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقال في تصريح لإكسترا نيوز إن الوزارة تقوم بإجراءات عزل محدودة لبعض الأسر والتي تظهر فيها إصابات، مشيرا إلى وجود تنسيق بين الأجهزة المختلفة لتوفير الاحتياجات المعيشية للأسر المعزولة. حقيقة الأمر أن هناك بعض المناطق بها أعداد محدودة جدا من الأسر ظهرت فيها إصابات متكررة، يعني ظهر فيها حالة حالتين ثلاث حالات من بعض الإصابات، وبالتالي احنا كوزارة الصحة بنتخذ إجراء احترازي بحجر هذه الأسر، تكون عددها محدودة يعني 4 أو 5 أسر، حجر والمخالطين لهم حجرهم صحيا لمدة 14 يوم مع الاطمئنان عليهم، وده بيكون تحت اشراف وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، ووزاره التضامن الاجتماعي بتتولى دورها في توصيل اي احتياجات او توفير اي احتياجات معيشيه لهم، وزاره الداخليه بتتولى دورها في تامينهم، وزاره التنميه المحليه من خلال الساده المحافظين بتتولى دورها في تطبيق هذه الارتادات سواء وزاره الصحه او منظمه الصحه العالميه. ولكن هذا ليس معناه كما تردد عزل مناطق بالكامل او عزل محافظات بالكامل، لا هذا ليس صحيح، ده مجرد اجراء احترازي لو في منطقه تاني تردد ان جه منها اكثر من اصابه، فاحنا حفاظا على المخالطين بيتم عزل الاسر او حجر الاسر صحيا لمده 14 يوم. كشف تقرير أصدره جوجل عن مؤشرات البحث حرص المصريين على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا وأسبابه والموضوعات المتعلقة به، حيث ارتفع البحث عن فيروس كورونا باللغة الإنجليزية بداية من فبراير ليصل إلى القمة في 25 من مارس. أما عن المناطق الأكثر بحثا فجاءت في القاهرة والإسكندرية والجيزة. وكشف التقرير أنه خلال الفترة ما بين 23 من فبراير وحتى 22 من مارس بحث المصريون على أعراض فيروس كورونا بمعدل 23%، مشيرا إلى أن البحث على الحجر الطبي تزايد في الفترة من 23 من فبراير ليصل إلى الذروة منتصف مارس قبل أن يتراجع نسبيا في الأيام الأخيرة. حذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأوبئة قاطني ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونتيكت من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما. جاء ذلك بعدما أعلنت جامعة جونز هوبكنز تخطي عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا حاجز 2000، وبحسب أحدث البيانات فقد تم تسجيل 515 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 2211 من أصل 123,311 مصابا. وجاءت ولاية نيويورك في صدارة القائمة بتسجيل 883 حالة وفاة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كلورادو منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا، ووجه ترامب بالمساعدة الفيدرالية للولاية، بينما أكد في تغريدة له على حسابه على تويتر أنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك والتي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها، مؤكدا أن فرض الحجر الصحي على الولاية لن يكون ضروريا. قررت ولاية نيويورك تأجيل الانتخابات الحزبية التمهيدية للرئاسة الأمريكية من موعدها المقرر في 28 من أبريل وإلى 23 من يونيو بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا في الولاية. وقال أندرو كومو حاكم نيويورك خلال مؤتمر صحفي إن حشدا كثير من الأشخاص في موقع واحد للتصويت سيكون مستبعدا، وأرجأت أكثر من 10 ولايات الانتخابات الحزبية التمهيدية للرئاسة بسبب انتشار فيروس كورونا. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9583، وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، من بينها 42 حالة في العاصمة سول، بينما تم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة، بينما تم شفاء 533 حالة حتى الآن. سجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد انخفاضا من 54 في اليوم السابق، وأضافت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج، وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 3300 إجمالا من أصل 81,439 إصابة. قال رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون إن معدل انتشار كورونا في بلاده انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة، وصرح موريسون بأن الزيادة اليومية في الحالات في الأيام الأخيرة بلغت حوالي 15% منخفضة من نحو 30% والتي تم تسجيلها قبل أسبوع، مؤكدا أن هذه البيانات تدل على أن إجراءات العزل الاجتماعي وفقا لأحدث البيانات الرسمية. فقد تم تسجيل 3635 حالة مؤكدة ومصابة بكورونا في أستراليا. حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحروب على فيروس كورونا في فرنسا، وقال فيليب في مؤتمر صحفي إن حكومته تخوض معركة ستستغرق وقتا، وأضاف أن أول أسبوعين في أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا. يأتي هذا بينما حذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بنهاية عطلة نهاية الأسبوع. أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في الوفيات إلى 2314 حالة. وأشارت السلطات إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 37575 حالة. أعلنت السلطات الإيطالية أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 889 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة، وأشارت السلطات الصحية إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 92,472 مقابل تعافي 12,384. يرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 10,023 شخص.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت إلى 832 حالة لتصل إلى 5690، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة. وأضافت الصحة الإسبانية في بيان أن حالات الإصابة ارتفعت إلى 72248 حالة. وصلنا لختام هذا الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.